طب حضرتك بتقولي ان البنوك مش بتقبل اكاديميات، طب كده مش هقبل، تقبل ازاي من الاكاديميه البحريه مع انها من افضل الجامعات كتير، وكمان شهاده اكاديميه السيد معروف دايما انها ذات سوق في سوق العمل، وده خريجيه بيحبوا على طول او بيجوا على طول، وهي اساسا بتوفر في الطالب كل متطلبات سوق العمل، غير انها بتوفر له تدريب كل صيف، وكمان بيمتحنوا امتحان التويفل، ازاي بقى مش هيشتغلوا في البنوك؟ يا استاذ عبد الرحمن، احنا قلنا ان في بعض المعاهد والاكاديميات بشكل عام لا يتم قبولها في البنوك، لكن في كتير جدا من البنوك بتقبل زي اكاديميه البحريه والاكاديميه السادات، فدول استثناءات من القاعده وليست القاعده. القاعده ان كل البنوك والمعاهد لا يتم قبولها في بند حديث الخبره. تقول على فكره انا اعرف ناس شغاله، ما عنديش مشكله، في فترات سابقه قبل 2010 كانوا بيقبلوا كتير اكاديميات، لان ما كانتش الدنيا زي دلوقتي. ولكن دلوقتي بص على اي اعلان لبنوك لحدثاء الخبره، تلاقي اول حاجه طالبينها ايه؟ ان يكون خريج احد يونيفرستي ديجري، يونيفرستي، وبتبقى مكتوبه بعين الشمس. فاكاديميه البحريه لا، ليها كريديبيليتي، ليها قيمه في السوق، وكذلك اكاديميه السادات. فقدموا، ما عنديش مشكله، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتقبلوا. ولكن لو لقيت فجاه بتقدم ومحدش بيجي لك او بيجيبك، تبقى انت عارف دلوقتي ايه السبب لده. وقلنا ان دخول البنك كحديث الخبره، نعم هتكون الموضوع مقفول لو انت اكاديميه، ولكن بند الخبره او الناس التي لديها خبره في العمل مفتوح، فانت بعد 5 سنين دخلت مجال معين، ممكن بعد كده تهبط على البنك في مجالك وتدخل ان شاء الله، وساعتها هيكون معاك باذن الله الكريديبيليتي او الدقه والامان المطلوب. وبالتوفيق يا عبد الرحمن.